ما دام وصلنا للمرحلة دي من العلاقة ان انت بتشك فيا، يبقى احسن حاجة كل واحد مننا من طريق. يا ويلك لو كنت رجل من الرجال الشكاكة اللي هتيجي معانا في حلقة النهاردة ومرتبط بأنثى من الإناث التي لا تقبل أبدا ان انت تشك فيها او تحسسها ان انت بتشك فيها. الثقة راحت، يبقى انت خسرتها. يلا بينا. اهلا باهلي وناسي واجمل ناس في الدنيا، وكمان برحب بالجديد وبقول له عرفنا بنفسه عشان نقدر ان احنا نرحب بيه. تعالوا بينا نبتدي. الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، قناتنا الوحيده محمد ابو زيد. كل رجال الابراج، وتوقعوا من خلال تعاملكم مع الرجال دي او من خلال انت كرجل حتى احساسك بنفسك، تتوقعوا مين يكون الرجال الاكثر شكا معانا في حلقه النهارده، ولا سيما بذكائكم اكتبوا لي في التعليقات مين تتوقعوا يتصدر رجال الابراج في حلقه النهارده. انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها. الشك ليس حاضر اطلاقا مع سياسه رجل برج الدلو في الانثى المرتبط بيها، ومع ذلك هو من الرجال اللي ممكن تفشل في كثير من علاقاتها العاطفيه لاسباب تانية للاسف موضوع الحلقه بعيد عنها. مقارنه بكل رجال الابراج هيجي رجل برج الدلو في المركز ال 12، هو اقلهم في نزعة الشك. يمكن السبب الرئيسي اللي يخليه يطفش منها أو يفشل أو هي تفشل معاه تحكمها وتدخلها أو اهتمامها الزائد بهذا الرجل. المركز ال11 أعلى منه شوية رجل برج الحوت، مراية الحب عمياء. رجل برج الحوت من أسرع الرجال اللي ممكن تخفق أو يخفق قلبها بحثا عن الحب أو لأجل الحب، وساعة ما يخفق القلب ينتهي تماما أو تنتهي تماما مسألة الشك عنده. أعلى منه في المركز العاشر أول رجل ناري هو رجل برج القوس الناري. رجل برج القوس يبيض يسود، يعني يا أنا بثق فيك يا ما بثقش فيك، ما عندوش هو صبر أصلا لسياسة الشك عامة. لو أنا حسيت بس أنا كرجل برج قوس إن أنتي بتلعبي بديلك أو بتعرفي حد عليا، ممكن إن أنا أنهي العلاقة، وعلى فكرة الأنثى كمان كده اعلى منه. يعني عشان نخش في الجد شويه، نلتقي برجل برج العذراء اللي بيجي في المركز التاسع. بدانا ان احنا ندخل في منطقه وسطى على فكره، عشان ما انساش في اخر الحلقه انا هقول لك لو حظك ان انت مرتبطه برجل شكاك من الرجال بتاعه القمه دي، هقول لك انسب سياسه عشان تقدري ان انت تحافظي على علاقتك لو الموضوع يعني يهمك. رجل برج العذراء يعتبر في منطقه وسطى وما يشكش الا لو حصل موقف كبير، مش الاسباب الصغيره هي اللي ممكن تشغل دماغ برج العذراء في مساله الشك او رجل العذراء تحديدا. اعلى منه في المركز الثامن هو رجل برج الجوزاء الهوائي. رجل برج الجوزاء فضولي بطبعه وذكي، والقطه وهي طايره وسريع البديهه زي الانثى، فبيجي معانا في المركز الثامن، يعني في منطقه وسطى. لا تخافي منه قوي ولا تطمني له قوي في موضوع حلقة النهاردة اللي هو موضوع الشك. نسيت اقول لكم، يا ريت اللي شايف ان الحلقة دي مهمة يا ريت يدوس لايك. انا بقول دايما اللايك مش هيخسرنا حاجة، ولكن بيوصل حلقتنا للي محتاجها، وما اكثر اللي بيكون محتاج يعني الخطوط العريضة دي عشان يقدر ان هو يعني ياخد معلومة ممكن يظبط بيها علاقته. فبدعوكم رجاء ان انتوا تدوسوا لايك قبل ما نوصل كده للمركز السابع ونلتقي برجل برج الدلو الترابي. ايه رجل برج الجدي عفوا، ايه الترابي. ورجل برج الجدي احنا بدأنا ندخل في القمة، هذا الرجل ما بيبينش. الرجال اللي سبقتنا دي لما بتشك بتعمل حاجتين، اللي سبقت رجل برج الجدي اما تبين لك قوي وتحاسبك على طول او تبتعد، تصبح الصبح ما تلاقيهاش في حياتك. انما هذا الرجل من الرجال اللي تخزن وتحوش لحد ما تتأكد. نخاف بقى من هنا. رجل برج الأسد بيحجز لنفسه المركز الساتت في حلقة النهاردة، وهو يتخاف منه أو هو مزعج إلى حد ما في مسألة الشك. فالله يكون في عون الأنثى المرتبطة فيه شوية. الغيرة القوية عند رجل برج الأسد وإحساسه الشديد وتحكمه وحب امتلاكه أو حب التملك اللي في شخصيته خلوا موضوع الغيرة لما بيحضر عنده ممكن يبقى مزعج، ومزعج كمان زيادة عن اللزوم. أعلى منه في المركز الخامس رجل برج الثور الترابي. بيجي في المركز الخامس، واحد من اكثر الابراج اللي بتتشابه مع رجل برج الجدي في حلقه النهارده، وهو رجل شكاك. احنا دخلنا خلاص في القمه، اي ان احنا دخلنا في موضوع حلقتنا. هيبقى مزعج وهيبقى الشك حاضر لو انت هترتبطي بالرجل ده، ولا سيما
بعد الزواج كمان بتبقى عالية عنده، كتوم ما يبينش، ولكن في مرة واحدة بيخرج كل اللي جواه. وصعب إن فقدت ثقة رجل، يعني ثقة هذا الرجل، إن أنت تكتسبيها أو تستعيديها مرة تانية. أعلى منه في المركز الرابع جد الجد وجنون الجنون وخوف الخوف، والله يكون في عونك رجل برج الميزان اللي ده بقى بيشك في صوابع إيديه. صوابع ايديه هنا 5 وهنا 5، وصوابع رجليه الاتنين دي كده 10، كل صوابع ايديه تخيلي. يعني لا امان ابدا مع هذا الرجل، هو اصلا متردد. فخلي بالك، انا هقول لك في اخر الحلقه تخلي بالك ازاي. نعلى اكتر واكتر، حد يتوقع الدايره بالدقيقه اهي، حد يقدر يتوقع ويكتب لنا مين هيكون معانا في المركز الاول في حلقه النهارده؟ احساسكم كده، تتوقعوا مين الرجل اللي هيتصدر الترتيب؟ لا حرج لو قلت ان برج الحمل، رجل برج الحمل بيجي في المركز الثالث محتلا واحد من اعلى التصنيفات في الحلقات اللي احنا عملناها في الفترة الاخيرة. رجل برج الحمل يتربع على عرش المركز الثالث، ودي صفة مش حلوة اطلاقا. انا مش فخور ان دي صفة موجودة في برجي، وانا معترف ان الصفة دي موجودة فيا وبنسبة عالية قوي وكثيرة، ممكن تتسبب حتى في المستقبل في فشل العلاقة العاطفية او على الاقل تذبذبها او توترها. نخش بقى في الجد الجد، واللي مش بيشكوا في صوابع ايديهم بس، هم بيشكوا في نفسهم، انجاز التعب. الرجل برج السرطان بيجي في المركز الثاني محتلا مركز متقدما جدا، موترا بهذا المركز اي علاقة عاطفية مع الانثى، ولا سيما في بعض اناث الابراج التي لا تقبل ابدا ان انت تشك فيها، وممكن ترحل عشان السبب ده بس. تخيلوا، ممكن تكون بتحبك وتنهي العلاقة كلها عشان شعرت ان انت يا رجل برج السرطان اللي بتيجي في المركز الثاني بتشك فيها، او انك يا رجل برج العقرب اللي بتيجي في المركز الاول بتشك فيها. رجل برج العقرب يتصدر رجال الابراج في حلقة النهاردة منفردا بالمركز الاول بين اكتر رجال الابراج شكا، حتى لو هي يعني زي ما احنا بنقول مثالية، الشك لازم. والعقرب يحس ان هو غبي، رجل او امرأة على فكرة، لو ما شكش يشوف ان الشك ده بيريحه وبيوصله للي هو عايزه، وإن كان يعني في الحياة هو بيعمل العكس، هو بيتعبه. نختم بقى ونقول النصيحة، ما بحبش إطلاقا إن أنا أقول مشكلة وما أقولش الحل بتاعها، وخلونا أفكركم، اللي ما دس لايك يدوس لايك، عشان رجاء الحلقات دي، ياللي بتسألوني أنت ليه ما بتردش علينا على الخاص، أنا بعمل الحلقات دي وبقدم الحل هو بشكل عام لأكبر قدر من أصدقائنا. ابعدي نفسك عن دايرة الشك، الموضوع سهل جدا، ما تحطيش نفسك ابدا موضع شبهات. خلي بالك ان انت مع رجل لو شك فيك مرة هتتحول حياتك لجحيم حتى لو بيحبك. ابعدي نفسك على قد ما تقدري عن دايرة الشك. الساعة 9 الليلة عندنا لايف ساعة كاملة على الانستجرام، بناخد كل اسئلتكم. بعده بساعة، ساعة كاملة الساعة 10 بتوقيت مصر على الفيسبوك، اللي يحب ان هو ينضم لنا الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. هتوحشوني على ما نلتقي.